سيبك من انها اغلى صفقه في الموسم، انا بالنسبه لي صفقه تمنيتها، يعني لاعبي المفضل هذا الموسم السابق جاك جريليتش، اكتشافي شايف انه عنده مقاومات كبيره جدا لفريق المفضل في الفتره الحاليه في انجلترا وهو المان سيتي مع ليفربول عشان ابو صلاح برضه، بس السيتي بيلعب كره غير. وعلى كل الاحوال هنتكلم على موسم زي ما قلت لكم كده بداياته بتقول انها مبشره، وليه لا، والجماهير ماليه المدرجات وفي حاله كده وحشتنا من زمان، يعني نتمنى بقى ان المنافسه والمستويات تعكس الحاله الايجابيه دي ونشوف سيزن نستمتع فيه بكرة حلوة. شرفنا طبعا دكتور وليد الحديدي الناقد الرياضي ضيفنا، الحقيقه بنسعد بيه دايما في السادسه، واهلا بيك طبعا دكتور وليد، مشرفنا ومنور الدنيا. وهقدم لحضراتكم النهارده كمان مينا مجدي، مينا اكتشاف السادسه، واتمنى ان شاء الله باذن الله رغم ان احنا اختلفنا مع بعض من اولها كده، هو مع مورينيو وانا مع جوارديولا، هو مع توتنهام وانا مع السيتي، بس ما فيش مانع برضه الخلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. اهلا بيك يا مينا. مساء الفل يا كابتن احمد، منور الدنيا بنوركم، انا سعيد جدا مع حضرتك، شرفتنا ونورتنا وان شاء الله نسعد بوجودكم معانا. قبل بس ما ادخل في الدوريات ونسخن كده مع بعض، عايز اسال دكتور وليد على حاجه تخص منتخب مصر، خلاص احنا يعني داخلين على مواجهتين مهمين نبدا بيهم من تصفيات كاس عالم، قصه صلاح والنني واحمد ياسر ريان، يعني واضح كده انه في مشاكل مع المحترفين، شايفها ازمه ولا شايفها ممكن الحل فيها سواء بالتفاهم والتراضي او باللجوء بقى للقنوات الرسميه؟ هو طبعا كل المشاهدين، اولا طبعا برحب بمينا وسعيد ان انا موجود معاه النهارده، كل اكيد المشاهدين متابعين ومهتمين وعارفين تفاصيل الموضوع بدا ازاي، لكن خلينا نتكلم عن اخر المستجدات، ان النهارده انفانتينو بيخاطب رسميا بشكل رسمي بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني ان يكون في، وكمان عمل مخاطبه شبه رسميه لرابطه الليجا، رابطه الانديه الاسبانيه او رابطه الدوري الاسباني، ان هم يخففوا أو يستثنوا اللعيبة الدولية اللي هتتعرض لحظر ومنعتها أنديتها من انضمام للمنتخبات بلادها وفقا للقانون البريطاني والقانون الإسباني. والحقيقة إنفانتينو كان ذكي في هذا الخطاب أو هذا يعني البيان الصحفي، لأنه قال لبوريس جونسون يعني أنا منتظر منكم تعملوا اللي عملتوه في اليورو. واحنا كنا مع بعض في اليورو، بس اليورو كان في ايد بتوجع، يعني ما هو اليورو قال له هنقل لك الفاينل. طبعا فهو قال له طب ماشي نجيب ورا مفيش مشكله. طبعا فهو قال لهم يعني ان انتوا عملتوا ده قبل كده، انتوا مش قوي يعني مش ريستريكتد قوي، انتوا ممكن تمشوا الدنيا تمشي. 60 لاعب، انت بتتكلم في 60 نجم من نجوم المنتخبات، طبعا ظلم كبير جدا لمنتخباتهم، بتتكلم عن محمد صلاح، روبرتو فيرمينيو، اليسون، فابي، طبعا هو معظم اللعيبه، ليفربول لوحده عنده 4 لعيبه معرضين للحجر، دينسون فاني كمان مع مانشستر يونايتد، والقائمة تطول إلى 20 نادي إنجليزي عندهم لعيبة هيتعرضوا للحظر عقب عودته. أعتقد مع الضغط اللي عملته المنتخبات أو الاتحادات الوطنية، طبعا الاتحاد المصري المفترض أنه عمل مخاطبة للفيفا وفقا للكلام اللي جاي لنا من جانب اتحاد الكورة، الله أعلم ده حقيقي ولا لا، لكن في اتحادات كتير جدا على رأسها الاتحاد البرازيلي بيضغط على الفيفا أنه يتدخل، لأن الفيفا من أهم مهامه هو توفير أولا ضمان أن كل المنافسات تكون عادلة ويكون فيها يعني ايوه انت بتتكلم، يعني انت بتتكلم في مصر في صلاح والنني، انت بتتكلم في البرازيل في نص المنتخب البرازيلي. طبعا مش هيلعب. وانت داخل كل والغريب كمان ان حتى القايمه الريد ليست البريطانيه ما فيهاش ولا دوله اوروبيه، يمكن تركيا الوحيده وهي كمان خارج الاتحاد الاوروبي، يعني ما بيعتبروهاش دوله اوروبيه قوي، لكن القايمه كلها يا اما دول اسيويه يا اما لاتينيه يا اما افريقيه. فطبعا ده شيء يبتعد تماما عن العداله. الفيفا كان عنده تصريح فعلا للانديه ان هي تحتفظ بلاعبيها لو الموضوع هيعدي حظر 5 ايام او حجر 5 ايام عقب عوده اللاعب وفقا لقانون البلد، لكن الحظر ده تم رفعه او التوصيه دي تم رفعها من شهر ابريل وفقا لتصريحات قادمه من الفيفا، وبالتالي حق الاتحاد المصري كامل الحق انه يستعين بمحمد صلاح ومحمد النني لمنتخب مصر، واتمنى ان احنا نتمسك بحقنا ده، لان زي ما ليفربول ومن حقه طبعا ليفربول يدافع عن مصالحه ومن حقه يحتفظ بلاعبيه، واكيد هو هيتاثر بشكل كبير، لكن احنا كمان انت بتتكلم عن تصفيات كامله مش هيلعب فيها محمد صلاح، ده اذا سمحوا لنا انه يلعب مباراه الجابون فقط في الجابون، لان الثلاث مباريات في مصر، مصر ريد ليست، الانجولا في انجولا ريد ليست مش هيجي محمد صلاح، وكمان ليبيا لما تيجي تلعبها بره غالبا هتروح تاخدك في تونس علشان احنا نلعب من غير صلاح والنني برضو. وتونس ريد ليست وكمان انت لو صعدت ويمكن قرعتك توقعك في تونس او جنوب افريقيا فمحمد صلاح كده مش هيلعب معانا ولا ماتش في التصفيات، فطبعا ده والنني طبعا وتريزيجيه كمان لما يرجع بالسلامه ان شاء الله، فانت بتتكلم عن خساره كبيره جدا طبعا. وحاجه ما ينفعش تحصل في الوقت الصعب اللي احنا فيه وفي منافسه مهمه زي الصفاقس. هنتابع التطورات، خلينا ننقل على الكره الحلوه بقى، كره دوريات الاوروبا. قول يا مينا بس الاول كده،
يعني انا بيتهيألي ترتيب اهتمام العالم كله والمصريين بشكل خاص بدوريات اوروبا السنه دي هيختلف طبعا. يعني الاسباني كان لسنين طويله يمكن يكون واحد واثنين هو والدوري الانجليزي. شايف الترتيب هيكون ازاي الموسم ده؟ في رايي ان البريمير ليج هيفضل دايما هو رقم واحد. اكتر دوري قادر يجذب نجوم، اكتر دوري حاليا فعلا فيه تنافسيه. ده كل سنه بقى عندك توب 6، ما كانش حاجه اسمها توب 6، ابتدت تتحول لان كل الانديه قادره بتدفع فلوس وتجيب لعيبه. يمكن الانديه الانجليزيه اكتر انديه ويمكن الانديه الوحيده اللي ما تاثرتش بعامل الكورونا في رايي، لان هناك لما تبص مثلا على الفلوس اللي بياخدها الهابط للتشامبيونشيب اكتر من اللي كسبه انتر ميلان كبطل الدوري الايطالي. بيديه دايما فكره الباراشوتنج عشان تقدر بعد كده تجيب لعيبه وتطلع تاني مره تانية. تمام، فدي نقطه مهمه. اعتقد الدوري الايطالي يظل جنه كره القدم لناس كتير. انا شخصيا صحيح ما لحقتش الجنه، ولكن انا مين في ايطاليا انا بتفرج بشكل عام، بس احيانا بميل لانتر ميل لانتر شويه. مش عشان كسبوا الدوري بس، بصراحه كمان السنه اللي فاتت في وجود كونتي من المدربين اللي بحبهم، وللاسف مش دايما مشروع انتر ميل مش بيكتمل، يعني دايما بيبقى فيه مشاكل، ولكن انا بحب الانتر شويه. اوكي، اعتقد الدوري الاسباني للاسف بريقه بيروح، يعني كده انجليزي ايطالي اسباني ما ينفعش مش اسباني. لكن في رايي ان يعني حط الفرنساوي قبل الاسباني. ما انا شايف ان ميسي راح مدينه النور، لكن نوره دايما بيطغى حتى على باريس. في رايي لا، الدوري الفرنسي دوري ضعيف في رايي مهما كان. حتى الدوري الالماني شويه بقى المنافسه برضو، مشكله البايرن هناك طول الوقت هو سابق الكل، فدي مشكله بتضعف المسابقه. دكتور وليد، احنا عرضنا يمكن قبل ما نبتدي لقاءنا بيكم على طول اغلى خمس صفقات حصلت الموسم ده. انا عايزك بصرف النظر عن القيمه الماليه تقول لي اهم خمس صفقات حصلت في كل الدوريات الاوروبيه الموسم ده. خليني برضو اكد عليك واقول لك خرج باريس سان جيرمان بره الموضوع لانه ماشي. فعلا عامل ميركاتو خاص بيه، يعني هو انت بترتب الدوريات مع مين؟ يعني هو شكلها تبقى بريمير ليج باريس سان جيرمان وبعد كده بحط ليجا او كالتشيو ليجا وهكذا، لان برضو. فعلا الحاله اللي عملها باريس سان جيرمان في الميركاتو ده مختلف. يعني انت بتتكلم لما نادي يضم ليونيل ميسي ما ينفعش تخرجه بره افضل الصفقات. راموس ما ينفعش تخرجه، دوناروما احسن حارس في اوروبا ويمكن في العالم في السنه دي برضه ما ينفعش تخرجه. طبعا بتتكلم عن فينالدوم، بتتكلم عن اشرف حكيمي وهذا يبقى انت خرج باريس سان جيرمان بره الموضوع عشان ايه؟ يبقى في عداله بس في المقارنه. تمام، مؤكد ان الحاله او السكواد بتاع تشيلسي اللي جه توماس توخيل غيره من 180 درجه من الشمال لليمين وافرز لنا فريق بطل اوروبا بعد ما كان فريق بيعاني اصلا عشان يحجز مكان في بيحاول يصعد يوروبا ليج او بينافس على تشامبيونز ليج. هذا السكواد اللي لمعه توماس توخيل لما يحط عليه لوكاكو اللي هي كانت المشكله الاساسيه لسكواد تشيلسي، فلازم تقول ان دي صفقه مهمه جدا. تمام، لوكاكو اعتبرها واحد، يعني هطلع واحد، هطلع بي اس جي يبقى لوكاكو واحد. لوكاكو واحد وفقا لحاله تشيلسي والاضافه، اضافه لوكاكو لتشيلسي. تمام، ده بطل اوروبا لما يجيب احسن مهاجم في اوروبا او واحد من احسن ثلاث مهاجمين في اوروبا. يعني انت بتتكلم مهاجم في اوروبا. ماشي ليفاندوفسكي في حته ثانيه بصراحه. طبعا ليفاندوفسكي نمبر واحد، هاري كين نمبر واحد، وهاري كين طبعا عشان مينا توتنهامي بقى نعلش مننا وسيبنا هالاند كده الراجل اللي الدنيا كلها مكسره بعض عليه. من احسن الحاجات الممتعه في الكره الاوروبيه الحقيقه في اخر ثلاث اربع سنين ان مركز المهاجم ده بقى فيه سوبر ستارز كتير ومتنوعين. يعني ستايل ليفاندوفسكي غير ستايل هاري كين غير ستايل هالاند غير ستايل امبابي غير ستايل سواريز لما كان في غير ستايل لوكاكو. فانت فعلا دي حاجه ممتعه، يمكن من 10 سنين فاتوا ما كانش هذا التنوع موجود بالشكل ده. تمام، طيب ما اقدرش ابعد جريليش عن افضل الصفقات. ليه برضه؟ لان طبعا علشان خاطرك اولا. لا طبعا جريليش طبعا طبعا ولاعيب ممتع جدا. وبرضه لما تيجي تقارن، انا دايما يعني بقيم الصفقه ازاي، هو قيمته ايه ورايح فين وهيمثل اضافه هتوصل قوه هذا السكواد لفين. فجريليش لما يتحط على دي بروين على محرز على ده، برناردو سيلفا ما عادش ليه مكان في التيم. رحيم ستيرلينج بعد ما كان بعيد شفنا الفورمه بتاعته في اليورو اللي فات كانت عامله ازاي، كان من افضل اللعيبه. فانت بتتكلم عن فعلا تيم شبه متكامل، فلما جريليش كمان يوصل له فدي قيمه كبيره. ممكن انا متوقع بقى ان المفترض، شوف احنا كل حاجه رايحين للبريمير ليج لانه فعلا هو اللي بيستقطب. هو الموضوع. ما ينفعش برضو نستبعد جادون سانشو بهذه القيمه الكبيره الفنيه اللي شفناها عليها مع بروسيا دورتموند لما يروح فريق طلع لفوق شويه زي مانشستر يونايتد بالثبات بتاع بوجبا ببرونو فرنانديز وقيمته لوكشو لما تالق تاني اضافه فاران وماجواير. يعني برضو الفرقه لو ديخيا فايق ولعب اساسي ورجع لمستوى ديخيا اللي بدا بيه مع مانشستر يونايتد، وجادون سانشو لو لعب بالمستوى بتاع بروسيا دورتموند اعتقد هتبقى من اهم الصفقات كمان. طيب اكلمك شويه بقى على صفقه هاري كين، لانه السيتي حاول، بما انك انت بتحب هاري كين قوي كده، هو بالمناسبه لو كان هاري كين نجح في صفقته وانتقل للسيتي
هتروح مع هاري كين ولا كنت هتفضل مع توتنهام برضه؟ لو كان راح السيتي كنا ممكن نقفل الدوري بقى ونروح، لان خلاص مفيش منافسه، الموضوع كان صعب. انت عارف يعني وانت بتتكلم على الدوري الانجليزي برضه واحده من النقط المهمه جدا مينا، انه مفيش مباراه تقدر تتوقع نتيجتها، حتى لو كانت بين متصدر الجدول وبين متزيل يعني دي حاجه من حلاوه الدوري الانجليزي. انا متفاهم ده، يمكن النهارده خلاص بشكل رسمي هاري كين نفسه طلع على تويتر واعلن هو انا قاعد. ده كمان جه بعد ماتش وولفز في ملعب المونوليكس، لما راح هناك الجمهور قعد يسقف له ويقول له هيز وان في اور تاون. كان متضايق شويه هاري كين من بعد اللي حصل في الماتش الاولاني، الجمهور هجم عليه بشكل كبير في ماتش مانشستر سيتي، بعد يقول له هاري كين ار يو واتشنج، انت فين؟ هي المشكله كلها انه اول حاجه الاعلام الانجليزي ساعات بيحب يوجه حاجات بشكل معين. القصه بدات يمكن من بعد اليورو، انه هاري كين فين يا جماعه، هاري كين ما جاش، الدنيا اتاخرت، دخلنا شهر 8 مش بيتمرن. الحقيقه دي الحقيقه اللي فعلا هاري كين كان بيصيف في البهامز في الفندق الباشا. صاحب الفندق ده جو لويز هو اصلا مالك نادي توتنهام، النادي كان عارف، ولكن هي الفكره كلها زي ما كنا بنتكلم ان دانيال ليفي رئيس النادي كان مدي هاري كين السنه اللي فاتت وعد انه انت لو ما جبناش اي بطوله السنه دي او ما تاهلناش توب فور من حقك تمشي. تمام. ولكن دانيال ليفي كان طول الوقت بيتكلم بذكر صفقه جاك جريليش، بيتكلم ان جاك جريليش لاعب استون فيلا، الفريق كان لسه طالع البريمير ليج، والفريق اللي هو فريق ميد تيبل في الاول وفي الاخر، انت كمانشستر سيتي منتصف يعني مكانه دايما في منتصف، انت اشتريته او كسرت شرطه الجزائي 100 مليون باوند، فانت هاري كين كابتن منتخب انجلترا، هداف الدوري، توب اسيستر في الدوري، بخلاف ان انت نقلته دي بتقتل المنافسه خالص، انت وديت لعيب في رايفل، فانت بتقول له انت بتقيم نفسك بكام يا هاري كين؟ دانيال ليفي بشكل عام هو اصعب رئيس نادي واصعب نادي تفاوضيا، شفنا ده قبل كده مع جارث بيل، شفنا مع لوكا مودريتش، شفناه مع كيل ووكر حتى مانشستر سيتي، ولكن في رايي ان الصفقه دي كمان كانت اصعب من كل اللي فاتوا، لانه اللي فاتوا كلهم مش ابناء النادي. ووكر كان جالك من شيفيلد، بيل هو في الاول وفي الاخر طالع من ساوثهامبتون، هاري كين هو ابن النادي، هو كابتن انجلترا. وكمان ان الوقت بقى صعب جدا ان توتنهام تقدر تجيب باك اب او تجيب مهاجم مكان هاري كين، لان كل الصفقات اللي بيدوروا عليها خلاص اتحجزت. بس 130 برضه رقم مغري، يعني 130 رقم تقيل، يعني صفقه على كل الاحوال خلاص احنا كده بشكل رسمي توتنهام معاه هاري كين. هل ده يفتح دكتور وليد باب انتقال كريستيانو رونالدو للمان سيتي؟ كلام على هو الحقيقه يمكن في كرسيين موسيقيين دول اللي فاضلين النهارده. باريس سان جيرمان اعلن انه ريال مدريد سلك طرق غير قانونيه للتعاقد مع كيليان امبابي في الوقت نفسه اللي امبابي، واعتقد الشعور ده بقى عنده اقوى كمان بعد ما صفقه ميسي تمت، عايز يروح ريال مدريد. امبابي لو مشي هيبقى رونالدو في احتمال الاثنين، انا بقول احتمالات لسه، يا السيتي يا البي اس جي، وطبعا بعد فشل صفقه كين اعتقد انه السيتي ممكن يكون اقرب. تتفق تختلف؟ طيب اسمع رايك. نشرح الكيس بتاعت امبابي كده عشان الناس تبقى فاهمه الموضوع عامل ازاي. امبابي لسه له سنه في عقده مع باريس سان جيرمان، العرض اللي جاي له طبعا عنده اصرار رهيب امبابي انه يروح ريال مدريد، ده حلم الطفوله. ومع هو مستبعد اي محطه انتقال تانية غير ريال مدريد، وده اللي مخلي مثلا حتى الانديه الانجليزيه اللي كانوا بيقولوا ممكن تدخل في تفاوض معاه مستبعدين، لان هو متارجت ريال مدريد فقط. يبقى ده اول حاجه في الكيس. تاني حاجه زي ما قلنا ان لسه له سنه في عقده، وبالتالي لو قعد السيزون ده مع باريس سان جيرمان هيروح فري، وده هيبقى خساره كبيره لباريس سان جيرمان، وهو مش هيجدد العقد خلاص وفقا للكلام اللي جاي من ليوناردو المدير الرياضي بتاع النادي. الجزء الثالث ان العرض اللي جاله من ريال مدريد، اولا جه عرض متاخر لسه يمكن من ساعات فاتت او امبارح، جه العرض ب 160 مليون يورو. ايه وجه اعتراض باريس سان جيرمان على العرض ده؟ هم بيقولوا ان احنا جايبينه وهو عنده 18 19 سنه، دافعين فيه 180 مليون يورو لموناكو غير الحوافز. وبالتالي انا لما اجيبه ويبقى كان ساعتها لسه لاعب صاعد، مبشر بس لاعب صاعد، النهارده واحد من افضل 3 4 لعيبه في العالم، فابيعه ب 160 مليون يورو، يبقى انا خسرت. المشكله كمان ان في 20% من التوتال الاجمالي هتروح لموناكو حق رعايه او وفقا لشرط العقد، يعني مش حق رعايه. فانت بتتكلم في 20% يعني 35 مليون يورو من ال 160، ماذا سيتبقى لباريس سان جيرمان؟ حوالي 125 مليون يورو، بالنسبه لهم ده خساره رهيبه جدا. اذا الكلام اللي خارج من باريس سان جيرمان المصادر مقربه للاداره ان في حلين. الحل الاول ان ريال مدريد يدفع 200 مليون يورو ويشيل امبابي، حلال عليك، ساعتها انا كباريس سان جيرمان هاخد 160 وبالنسبه لي مبلغ معقول، و40 هتروح لموناكو بالنسبه لي مبلغ معقول للاعب في اخر سنه. او الحل الثاني يعني جبت يعني خدته ولعبته عندي الفتره طبعاً دي كلها طبعاً، وجبت فلوسي. بس انت عارف ازمه الاداره بتاع باريس سان جيرمان ايه اللي مخليهم
تقال قوي في ان هم يسيبوا مبابي وحاسين ان اي مبلغ هيدفع فيه خساره انه جاي عشان الشامبيونز ليج وهو ما قدرش يجيب لهم. هو الدوري الفرنسي كان ممكن ياخدوه من غير مبابي يعني، ما كانتش عندهم مشكله البطولات المحليه الفرنسيه. أيوة. انت عارف موضوع الفلوس بالنسبه لهم كمان مش يعني طبعا طبعا يعني مش القصه من الفلوس خالص، فهي دي الازمه. انا عايز اعمل سكواد دريم تيم زي ما بيقولوا، اجيب الشامبيونز ليج عشان يعني احنا تعبنا يعني. هو ده يعني. هو ده التارجت، فهو حاسس انه هيبقى خساره. بس خلينا نقول انه لو مبابي مشي ايه الاقرب يعني صفقه كين فشلت في السيتي ومبابي ممكن يكون في طريق الريال، هنا مصير رونالدو ايه؟ يروح السيتي ولا اقرب لبي اس جي؟ هو انا اعتقد صعب للاثنين في رايي. الصيف ده صعب في الاثنين، صعب في الاثنين، لانه اللي فاهمه كويس ان مانشستر سيتي هيرجعوا له تاني، ولكن المشكله ان يوفنتوس عايزين ياخدوا نظير الانتقال ده فلوس، عايزين تقريبا 30 مليون يورو، وبعد كده انت بتريس رونالدو فبتوفر ليك سنوان 32 مليون يورو اللي هو السالري بتاعه. ولكن مانشستر سيتي شايفين ده مش الاستراكشر اللي احنا عاوزينه، مش عايزين ننقله بهذا الشكل، عايزينه في حاجه من اثنين، يا اما يجي لنا ببلاش فانا وفرت عليك فلوس السالري بتاعته، او ان احنا نعمل سواب ديل. كانوا بيفكروا في برناردو سيلفا بالظبط. في الناحيه الثانيه خورخي مينديز هو وكيل اعمال الاثنين لعيبه كريستيانو رونالدو وبرناردو سيلفا، ولكن حتى هذه اللحظه الامور لسه مش متقدمه خالص. اللي كنت سمعته من بيب جوارديولا نفسه انه قال انا جبت جاك جريليش وفاضل لي صفقه في السوق اللي هي كانت على كين، قال لك ميبي احنا ممكن نعملها، لو ما جاتش ممكن نكمل في الميركاتو ده من غيره عادي جدا. فانا في زعمي ان ممكن صعبه جدا مانشستر سيتي، ما تنساش كمان انه مانشستر يونايتد هو نادي كريستيانو رونالدو الاول، حاسسها قريبه جدا، خصوصا انه رونالدو من اللعيبه اللي دايما عنده قدره انه يخلق حافز، ووضعه في اليوفي بيقول انه مش اكتر راحه بالنسبه له، وبالتالي شايف انه ممكن جدا هو يقدم تنازلات عشان يبقى موجود في السيتي. في هذه الحاله لو فعلا الموضوع مش بهذا الشكل، طبعا اعتقد ان رونالدو هيحب يرجع البريمير ليج تاني، لكن مشكله اساسيه رونالدو هيقبل يلعب عند الرايفل، هيلعب عند مانشستر سيتي بعد سنين عمره؟ ما طبعا انا مش انت فاهم، ما فيش كل حاجه واردة في الكوره يعني، بس انا اتوقع ان ممكن الانتماء ده بينه واشرب ميت بالنسبه للعيبه، الانتماء ده للجمهور يعني، الجمهور هو بس اللي من ينتمي، لكن اللعيبه رونالدو عنده يعني فكر احترافي بحت يعني، هو ما بيحسبهاش كده، عايز مصلحته بالتاكيد. طب نخش في الدوريات، نبتدي بالاسباني دكتور وليد، بدايته ايه؟ يعني شايف بداية أو انطلاقة الدوري الأسباني بتقول إن إحنا رغم خروج رونالدو ورغم خروج ميسي هنشوف كرة ممتعة، هنشوف منافسة قوية على الأقل بين الثلاثة الكبار أتلتيكو والبارسا والريال؟ هي طبعا فرصة سانحة جدا لأتلتيكو مدريد إنه يعيد القارة ويحافظ على لقبه، لأن ما لا يخفى على أحد إن ريال مدريد وبرشلونة بيعيشوا أوضاع صعبة. ريال مدريد عنده نواقص في أكتر من خط، عنده مشاكل دفاعية، لسه النجوم اللي أنشيلوتي حابب يعتمد عليهم في الناحية الهجومية، هازارد مثلا ما جابش الفورمة، جاريس بيل لسه مش هو جاريس بيل بتاع زمان، لسه مستمر على هذا المنوال يعني، يمكن كريم بنزيما هو الوحيد اللي تقدر وفينيسيوس جونيور بادئ كويس وشكله حلو، آخر مباراة طبعا كان متألق جدا، لكن برضه مش هو الاسم اللي يعتمد عليه من خلال الخبرات السابقة يعني. طب أنا عايز آخد رأيك في حاجة يعني وبعيدا الحقيقه كمان عن ميسي ورونالدو، اتنين تقال قوي، بس كواليتي اللعيبه في الريال يعني لما بتقارن مثلا فتره زيدان جالاكتيكوس زيدان فيجو بيكهام رونالدو روبرتو كارلوس هيرو وكارلوس يعني انا ممكن اعديك للصبح وكاسياس وغيره، وتشوف الناحيه الثانيه برضو رونالدينيو انيستا في بداياته تشابي ريفالدو رونالدو برضو عشان هو عدى فيجو عدى على الاثنين، فاهم؟ انا بكلمك على كواليتي لعيبه في اثنين مفترض ان هم مش من اكبر فرق اسبانيه، من اكبر فرق العالم، تحس ان حصل دروب جامد. ما هي دي المشكله، هي دي الازمه الحقيقيه. انا كنت لسه حتى يعني بددش مع مينا كده قبل الهوا بقول له الناس ارتبطت بالليجا مش علشان المستوى الفني قد ما هو هذا كان مقصد النجوم في العالم، وطبعا النجوم في ريال مدريد وبرشلونه دايما في اي وقت من في خلال ال 20 سنه اللي فاتت كنت لازم تلاقي سوبر ستارز في ريال مدريد، اتكلمت عن كتيبه في ريال مدريد وطبعا برشلونه طبعا يعني. انت كل السنه الفي برو ال 11 في اخر مثلا 10 12 سنه بتلاقي ال 11 باستثناء يمكن السنه اللي فاتت بتلاقي ال 11 من الليجا، نص خمسه من ريال مدريد وخمسه من برشلونه، ويجيبوا لعيب كده يعني يحطوه معاهم، فده كان يديك انطباع عن الكواليتي كان عامل ازاي. مؤكد ان ده مع الوضع طبعا في تضييقات قانونيه كبيره جدا في الليجا، خاصه طبعا كلنا عارفين قصه ميسي وازاي مشي بسبب تشديدات الليجا، يعني لو ميسي بيلعب مع برشلونه في اي دوري تاني كان كمل في النادي بتاعه وكانت عمل له استثناءات، او حتى ما كانش ده الاتحاد الاوروبي نفسه ما بيحطش هذه القيود وبيسمح ببعض الاستثناءات وده حصل. فاعتقد ان رحيل ميسي
بشكل مبدئي هيغير كتير. طبعا مش هنحس ده دلوقتي، يمكن من السيزون الجاي هتلاقي انفتاح كبير جدا في الليجا وتسهيلات اكبر، لان طبعا الازمه الماليه واخده الليجا ورايحه للخلف فعليا. دلوقتي مشاهد الليجا ما عادش يلاقي حد يتفرج عليه. صحيح. هو مرتبط برشلونه، مرتبط بريال مدريد، لكن الكواليتي ضايع. طيب نشوف ترتيب الدوري الاسباني واخد راي مينا كده. انا عارف انك مش فان للدوري الاسباني، بس بالتاكيد عارف نجومه طبعا. يعني ممكن يكون غياب طيب هنشوف الترتيب دلوقتي هيظهر، وخليني يمكن اقول لك انه غياب ميسي ورونالدو ممكن يطلع او يدي فرصه لنجوم انها تظهر السنه دي في النسخه دي من الدوري الاسباني. مين اللي انت ممكن تقول عليه هيكون، او ثلاث اسماء مثلا لو اخترت ثلاث اسماء تحسس ان هم الاقرب ان هم يكونوا نجوم الليجا؟ دي حقيقة. أنا في رأيي إنه يمكن، أنا بحب جدا أنطوان جريزمان، بشوف واحد من أفضل لعيبة يعني في الدوري الأسباني وبشكل عام في العالم. لكن المشكلة إن أنطوان جريزمان لما اتنقل من أتلتيكو مدريد لبرشلونة كانت صفقة في رأيي غير ذكية بالمرة. تحط 120 مليون يورو في مركز في عندك ميسي، فاللعيب ده بشكل أو بآخر صعب يلعب. ولكن شايف إن أنطوان جريزمان هيبقى، لأنه مفيش نادي برضه يقدر يدفع له الويجز العالية بتاعته، فأنا أتوقع إن أنطوان جريزمان هيقدم سيزون كبير. طيب في الريال أنا ما زلت منتظر إيدن هازارد. كان بشجع توتنهام ورايفل بتاعنا هو تشيلسي، يعني المفروض ما كنتش بتحبه، كنت بتفرج على ماتشات تشيلسي فقط عشان خاطر ايدن هازارد. ايدن هازارد لغايه دلوقتي لسه ما جاش، ومبقاش ده ايدن هازارد اللي نعرفه. كان متوقع ان ايدن هازارد هيعمل سيزون كبير. برضو انا مستني طبعا كريم بنزيما، في رايي هو دلوقتي النجم الاول في الدوري الاسباني. انا بحب ديباي، مش ديباي صفقه ممتازه لبرشلونه لانه جاي كفري ترانسفير. كوتينيو مش شايف انه ممكن السنه دي؟ كوتينيو انا انتقاله غريب في رايي، انا فعلا من اللعيبه اللي احبطت جدا لمستواه، انه عمل سنتين ممتازين يمكن مع ليفربول والانتقال بتاعه كان فيه ضجه كبيره جدا، ولكن كل الاسامي اللي قلتها دي بشكل او باخر دلوقتي هي سبب في برشلونه والمشاكل اللي فيها. الصفقات العاليه جدا اللي جت، الارقام المرعبه بتاعه ديمبلي وكوتينيو وجريزمان بعد ما نيمار مشي، كل دي عامله مشاكل. لكن يمكن في لعيبه بشكل عام انا بحبها في الدوري الاسباني، ويمكن برده شايف ان سيفيا عامل سيزون بدايته كويسه جدا من السنه اللي فاتت. لوبيتيجي بيلعب كوره ممتازه في رايي، وجايب صفقات كويسه، ولسه يمكن انتقال جول كوندي اللي راح تشيلسي بشكل كبير ممكن يفتح له برضه بادجت اكبر انه يجيب لعيبه ويحسن فريقه. فدي كلها امور توريك انه ممكن يكون في منافسه، ولكن للاسف عمرها ما تكون زي في الايرا او في العصر بتاع رونالدو وميسي قدام بعض. طب عشان يعني نخش على السخونه وما اقطعكمش، الدوري الانجليزي نسخه السنه دي هيبقى فيها اعتقد منافسه قويه. الليفر بيسن اسنانه، اليونايتد عنده سكواد محترمه جدا، عندنا طبعا كله عدل عدة السيتي بكل تشكيلته. ما اقدرش استبعد فرقه زي توتنهام، ما اقدرش استبعد تشيلسي بطل اوروبا، فرقه عندها سكواد محترم جدا. فمن المتوقع انها تكون منافسه في منتهى السخونه. نتكلم اكتر على البريمير ليج ونجوم البريمير ليج وفرص الفرقه اللي بتشارك في نسخه السنه دي، بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه مع ضيوفنا دكتور وليد الحديدي ومينا مجدي في السادسه. ملاحظه مهمة جدا، الأربع فرق اللي حققوا خسائر، يعني اللي صرفوا في سوق الانتقالات أكتر مما باعوا، الفرق دي ورا. يعني في نقطة مهمة جدا، وإحنا لسه أنا عارف إنه الجدول هيتغير، بس أنت عندك خمس فرق في المركز الأول العلامة الكاملة، ما بين مش من ضمنهم لا مانشستر سيتي ولا ليستر سيتي ولا مانشستر يونايتد ولا الأرسنال. بالترتيب كده خليني أقولهم لحضراتكم: ويست هام، تشيلسي، ليفربول، برايتون، وتوتنهام. دول الخمسه اللي حاول علامه كامله في الدوري الانجليزي. بدايه مبشره، يعني شايف ان النسخه دي وعوده الجمهور هتقدم لنا سيزون مختلف من البريمير ليج يا مينا؟ قطعا. الجمهور في رايي هو اكتر من 50% من قوه الماتشات بشكل عام. لما تروح هناك تلعب في الانفيلد تسمع يو نيفر ووك الون، لما تروح بعد كده في مانشستر يونايتد جلوري جلوري مان يونايتد، حتى ملعب ستانفورد بريدج القريب اللي ما فيهوش مكان للجمهور قريب جدا من الملعب بيعمل مشاكل كثيره جدا لاي منافس. البدايه كويسه طبعا، خداعه جدا انت تبص على الجدول من دلوقتي طبعًا. ولكن انا شايف ان حتى الفرق اللي موجوده دلوقتي هي كانت غير محظوظه السنين اللي فاتت. يعني ويست هام دلوقتي هو متصدر الجدول، هو فريق بيلعب في اليوروبا ليج، فريق مع ديفيد مويس عامل مستويات اكتر من ممتازه. شوف الماتش اللي فات ميكيل انطونيو اخيرا بيبقى الهداف التاريخي للنادي هناك. حتى نادي برايتون اللي بشوفه معاه مدير فني اللي هو جراهام بوتر، في رايي الراجل ده سهل. مباراه نيوكاسل وويست هام كانت واحده من اجمل الماتشات جدا دي حقيقه في الدوري السنه دي. فالدوري كالعاده الدوري الانجليزي ما تضمنلوش ماتش ايا كان تلعب مين، دايما خايف. دي حلاوه البريمير ليج. ايوه ياما شفنا ماتشات كبيره وداخل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وارسنال وتوتنهام وكل فرق كبيره وبيخسروا قدام متزينين الدوري. السنه اللي فاتت توماس توخل بتشيلسي خسر خمسه قدام ويست بروميتش، ده شيء وارد. فانا متحمس جدا اشوف السيزون ده، خاصه ان في رايي كل الانديه الكبيره واللي بتنافس فعلا عملت كفرنج للمراكز المهمه اللي ناقصاها.
يمكن يتبقى بس مانشستر سيتي يجيبوا سترايكر، ساعتها اعتقد كل الفرق تبقى كومبليت. طيب من سيبك من تشيلسي يا دكتور وليد، تشيلسي وليفربول وتوتنهام فرق متعودين عليها انها دايما بتنافس او دايما في الاربعه او الخمسه او السته الاوائل، لكن ويست هام وبرايتون شايف حد منهم ممكن يعمل حاجه مثلا زي ليستر في موسم من المواسم، يبقى حصان اسود او يبقى فرقه جايه من ورا وتاخد لقب البريمير ليج، ولا ده صعب السيزون ده؟ في السيزون ده صعب جدا يعني مينا حتى بيتكلم كان بيتكلم على الميركاتو، احنا اتكلمنا شويه على الميركاتو. ممكن قبل ما نسمع ده دكتور ريت تقول لنا كده ترتيب الدوري الانجليزي ظاهر. طبعا ولو في حاجه بالنسبه لك مفاجاه او يعني محتاج تهايلايت. ويست هام طبعا في المركز الاول علامه كامله 6 نقاط، ومعاه ليفربول مركز ثاني، تشيلسي مركز ثالث، برايتون مركز رابع، وتوتنهام هوتسبير مركز خامس، كلهم بست نقط بعلامه كامله. يبدا بقى مانشستر يونايتد مركز سادس ومعاه ايفرتون وبرينتفورد باربع نقاط. بعد كده مانشستر سيتي اللي خسر طبعا المباراه الاولى قدام توتنهام، ما كانش يستحق الخساره صح؟ طبعا عامل مباراه كبيره اكيد. على الاقل كانت المباراه تخرج تعادل على الاقل تقدير يعني. كلمه حق امينه دي حقيقه. بس دي طريقه لعب مينو سانتو من ايام نعديها. هو ما كانش يستحق يخسر الشامبيونز ليج السنه اللي فاتت برضه. طبعا طبعا يعني بس برضه كان في شويه ملاحظات كده على المباراه، مش يلا مش موضوع. استون فيلا واتفورد وليستر سيتي بثلاث نقاط من جولتين. بعد كده بقى بيجي اصحاب النقطه الواحده، ساوث هامبتون، كريستال بالاس، وليدز يونايتد، ثم اصحاب الصفر نقاط طبعا على راسهم ارسنال صاحب المركز الاخير، ومعاه ولفرهامبتون، بيرنلي، نيوكاسل يونايتد، ونورويتش. طبعا هي اهم ملاحظه هي موقف ارسنال، انت بتبتدي الموسم بهزيمتين وبتبعد بدري قوي عن صراع المنافسه، وفي الوقت اللي كل الفرق قويه السنه دي بتتكلم في خمس فرق على الاقل هيكون بينهم صراع طاحن، يعني منهم ثلاثه او اربعه مش هتبقى عارف مين فيهم بطل الدوري الانجليزي، يعني صعب جدا تقدر تقول تشيلسي هيكسب ولا مانشستر سيتي ولا يونايتد ولا ليفربول. كمان حفاظ توتنهام على هاري كين هيزود حظوظه في المنافسه، بعد كنا بنقول انه ممكن يبعد شلف فقط هاري كين لانه هو رمز هذا الجيل من اللاعبين، رمز توتنهام السنه دي هاري كين، فبقاء هاري كين ضربة. مع يعني طبعا هو ضربه في الدوري السنه اللي فاتت مؤكد اكتر لعيب عمل اسيست طبعا اكيد اكيد. لا هو السيزون اللي فات بصراحه فرديا كان سيزون هاري كين، ومع ذلك يمكن ما خدش اي جايزه، ما خدش جايزه الرابطه، رابطه اللاعبين في انجلترا، كان بعيد كمان عن كل الترشيحات وبعيد عن ترشيحات الويفا، واكيد هيكون بعيد عن ترشيحات الفيفا. مش عارف ليه يعني، يمكن دي من الحاجات اللي كانت محبطاه شويه، كانت مخليه عنده قرار انه عايز يمشي. المهم ان الدوري الانجليزي انت بتتكلم عن مفاجاه صعبه المفاجاه، لكن تقدر تقول ممكن يكون في منافسه على تاهل للتشامبيونز ليج من ويست هام، لان ويست هام عنده سكواد محترم جدا، عنده اداره فنيه عظيمه جدا، الفرقه في كل الخطوط عندها نجوم طبعا، يعني حاله الفريق طلع دخلته في الدوري الانجليزي داخله واعده. والحاله اللي فيها انتونيو طبعا يعني واحد من اهم لاعبي او اهم المهاجمين في الدوري الانجليزي من سنين، لكن هو واضح انه كمان فورمه قوي السنه دي، سعيد بالرحمه وهذا يعني هذا التالق الكبير في البدايه والاضافه الكبيره اللي عملها لسكواد ويست هام. لا بتكلم في فريق قادر ينافس على الاقل على مقعد مؤهل لدوري الابطال. ارسنال وتشيلسي نتيجه كانت متوقعه، وبمناسبه كلامنا على ارسنال مينا كان في كلام انه احتمال ارتيتا يطير وانطونيو كونتي، كان في اعتقد في تشانل اتفتحت بين مسؤولين ارسنال مع انطونيو كونتي عشان يتولى مسؤوليه، ده يقرا يعني اقرب للحدوث، ولا تتوقع انه ارتيتا مستمر؟ انا اتوقع ان صعب جدا انطونيو كونتي يرضى يمسك مشروع الارسنال الحالي. انا يمكن يعني برغم كل حاجه اعتقد ان ارسنال حتى هذه اللحظه عايش على الهيريتج او الارث الكروي بتاعه، اعتقد دوري انفنسبل والاسامي اللي كانت موجوده تيري هنري وبيركم وسول كامبل وكل الاسامي اللي كانت ورطوا ملايين في تشجيع ارسنال ومشوا اتخلوا عنهم وماتيو فيراس ومارك اوفرمارس هنقعد نعد من هنا للصبح. يعني ارسنال فينجر الحقيقه كان عامل حاله غير طبيعيه مع ارسنال، وكان هو كشاف المواهب. كنت لسه بتكلم مع دكتور وليد ان دي المشكله الحقيقيه دلوقتي في ارسنال، دايما بتكلم انه صحيح في ناس كثيره في لندن حتى عايزين ساتان كرونكي رئيس النادي ان هو يبيع النادي، ولكن انا في رايي المشكله مش بس في ساتان كرونكي. ساتان كرونكي بالمناسبه واحد من اغنى رجال الاعمال في العالم، وبيملك حتى دينفر ناجتس في الام بي اي، وعنده فرق ان اف ال، وراجل ثري لاقصى حد. ولكن المشكله في رايي في ايدو ده اللي هو المدير الرياضي بتاع ارسنال. اختياراته سيئه جدا، القدره التفاوضيه بتاعت ارسنال فعلا سيئه. نشوف السنه دي الاسامي وجايبين خمس اسامي، يعني صارف اكتر مما باع، يعني الفند ما كانش مشكله، الفلوس ما كانتش مشكله. هو في اول بعد اليورو طلع كلام ان هو اخذ قرض 120 مليون باوند عشان يبدا يعني السنه دي يحط لعيبه في الفريق، لان الفريق كان بيعاني. ولكن ارسنال عندهم مشاكل كتير، رقم واحد فعلا في سوء اختيار اللعيبه، رقم اثنين
في انه من اكتر الانديه بتدي ويجز عاليه جدا للعيبه، فبعد ما بيمضي الكونتراكت اللعيبه خلاص بتلعب ان انا خلاص انا تمام ضامن مستقبلي قاعد وبلعب، زي مثلا واحد زي اوباميانج شفنا المستوى بتاعه لغايه ما جدد عقده، بالنسبه لي الموضوع اختلف تماما. برضه حظهم سيء انه في بعض الصفقات اللي بتبقى التوب ساينينجز عندهم زي مثلا نيكولاس بيبي جايبينه ب 80 مليون يورو. على فكره بيبي ده لعيب كويس جدا، كان عالي جدا فعلا في ليل، لكن لم يقدم شيء. توماس بارتي 50 مليون يورو من اتلتيكو مدريد ومن ثم ما قدمش حاجه طول الوقت بيتصاب، والسنه دي بين وايت كسنتر باك برضه سنتر باك خبره اوكي بروفن بريمير ليج لعب سنه واحده بس، لكن بهذا المبلغ 60 مليون يورو رقم كبير جدا كبير. فهي الفكره انت بتختار مين وبتختاره على اساس ايه؟ فين المشروع؟ فين الملامح؟ هل ارتيتا هو الشخص المناسب؟ لكن المتاكد منه انطونيو كونتي مستحيل يقبل الوضع الحالي في ارسنال، لانه كمان بخلاف اي شيء انطونيو كونتي احنا تعودنا عليه مدرب بيحرق اللعيب، هو شورتر تجيبه سنتين يحقق لك بطولات، لكن انت دلوقتي في مرحله بنى بشكل كبير لارسنال، صعب جدا بالمستوى ده يعملوا اي حاجه. النني وقصته مع ارسنال يا دكتور وليد، يعني الولد الحقيقه ابس اند داونز، شويه فوق وشويه تحت، شويه يجي وشويه يبعد. شايف ايه بالنسبه لقصه النني؟ واذا كنت بتوجه له نصيحه، يعني شايف انه الافضل يبقى في نادي كبير بس بعيد عن الصوره، وبالتالي اعتقد ده هياثر سلبا على مستواه، ولا يروح في نادي ممكن يبقى اصغر شويه انجلترا بره انجلترا وياخد فرصه ويلعب ويحط رجليه في الملعب؟ طبعا هو يعني بعيدا عن الحياز للنني لانه لاعب مصري وكده، لكن مفيش حد بيلعب في وسط ارسنال دلوقتي احسن من النني، احسن من المستوى اللي قدمه النني السنه اللي فاتت مع ارسنال او مع بيشكتاش لما كان معار ليهم، وهو فرض نفسه على تشكيله ارسنال على فكره في البري سيزون السنه اللي فاتت، وكان راجع من بيشكتاش عشان يتباع او عشان يعار، لما لعب معاهم البري سيزون اثبت نفسه وارتيتا اقتنع بيه، مش عارف ايه بعده، لانه زي ما قلت لك الحاله اللي هو فيها مش اقل ابدا، حتى تشاكا يعني نجم برضه مش في الفورمه، اعتقد اذا ما كانش إنني اكيد هيقعد، المفترض انه يقعد مع ارتيتا ويتكلم معاه، ولسه احنا هو حوالي 5 ايام او 6 ايام باقيه في الميركاتو، لو مش هيلاقي نفسه دور على الاقل يعار زي تجربه بيشكتش، لانها كانت تجربه ناجحه لانه تالق ورجع لعب اساسي، رجع بفورمه عاليه، لعبته اساسي في ارسنال فتره كبيره من السيزون اللي فات، فاعتقد هو لو دور على عرض دلوقتي هيلاقي اوفرز كويسه، ممكن جدا يعني إنني يلاقي مكان في 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 في, في الكالتش وفي انديه في اول 5-6 انديه، ممكن يلاقي مكان في الليجا، ممكن يلاقي مكان، حتى حابب يرجع تركيا لو هو متعود على الاجواء هناك. وبيشكتش انا قريت في الصحافه التركيه انه عام عنده عرض ومتمسك بضمه، اعتقد ده الافضل ليه. اسعدتونا ونورتونا وشرفتونا، بشكرك جدا يا مينا على وجودك معانا النهارده. كابتن ان شاء الله هيبقى في مرات جايه ان شاء الله كتير، ونتابع ماتشات توتنهام ومان سيتي مع بعض. 1-0 خلاص نستنى العوده بقى. وبشكر طبعا دكتور وليد الحديدي، اسعدتنا دايما بوجودك معاك يا دكتور وليد، بنسعد دايما ان احنا نشوفك هنا في السادسه. بشكر حضراتكم على المتابعه. خليني بس اقول لكم سريعا جدا، يمكن واحد من اخبارنا المهمه اللي ما عدناش عليهم النهارده، انه الاتحاد الافريقي بيحرم فريق الرجاء المغربي من 4 من لاعبته في مواجهه السوبر اللي هتجمعه بالنادي الاهلي ان شاء الله في نهايه شهر سبتمبر. طبعا السبب في ده هو التاخير في قيد اللاعبين، وبالتالي هيحرموا من وجودهم مع الرجاء في ماتش السوبر. عندنا ماتشات مهمه جدا شهر 9 ان شاء الله، المنتخب يوفق في بدايه مشواره، جمهور النادي الاهلي اللي واقف دايما في ظهر فرقته وحاميها، واقف معاها على المره قبل الحلوه، محتاجين دعمك ومساندتك في الفتره اللي جايه. ابطالنا ان شاء الله باذن الله يكونوا جاهزين لمواجهات كاس مصر، ومن بعدها ان شاء الله سوبر افريقيا، ودايما جمهور النادي الاهلي هو السند والدعم لابطاله ونجومه اللي دايما الحقيقه ما بيأثروش، ودايما الحقيقه مفرحينه في كل المناسبات. نقابل حضراتكم ان شاء الله باذن الله مع بدايه اسبوع جديد، تحياتي لحضراتكم.